أنا سعيدة جداً بمنتخب مصر لكرة اليد، مشرف حقيقي، منتخب مشرف. وحقق المنتخب النهاردة الفوز على نظيره البلجيكي، وبلجيكا مش سهلة في الهاندبول أبداً، نتيجة 33-28 في كأس العالم لكرة اليد. أنتوا عارفين دي نتيجة تعتبر هايلة، لأنه عادة بيبقى طول الوقت بيقدروا يسجلوا نقاط سريعة جدا، لكن كده في استحواذ كان كبير من منتخبنا، وده كان من الشوط الأول. منتخب اليد كمان بيواصل التألق وبيحصد نقاط اللقاء في ضربة بداية الدور الرئيسي لكسب الثقة، وده اللي قدر يعمله. من المقرر بقى أنه يعني يلتقي إن شاء الله منتخبنا مع نظيره البحريني يوم السبت الساعة 4:30 عصرا، في 4:30 عصرا، وده هيكون في تاني لقاءات في هذا الدور، وبعد كده هتكون الدنمارك الاثنين في الساعة 9:30 مساء. بتمنى لهم أولا، اللعب كان رائع. خلينا نروح مزيد من التفاصيل ناخدها من الكابتن أحمد العطار، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا مدام كابتن، ألف مبروك. ألف ألف مبروك بجد، رجالة وبيشرفونا وبيسعدونا وبيسعدوا الناس. يعني طبعاً أصبح طبعاً المنتخب بجد، أنا ببقى سعيدة، وبعدين تلاقي الناس يقولك لا أصلي عايزة أتفرج على منتخب مصر النهاردة، فكرة فعلاً اليد وصلت بمجهودهم. فعلا فعلا، هو طبعا منتخب مصر بيرسم البسمة على شباب المصريين طبعا، وحاجة كويسة جدا الحمد لله. 6 نقاط لغاية دلوقتي، ان شاء الله باذن الله تكمل على ماتش البحرين، وعندنا كمان ماتش الدنمارك، ونسعد ب 10 نقاط ان شاء الله باذن الله. بس مش عايزين نستهون بقى بماتش البحرين، البحرين كمان عامله مستوى هايل جدا، عندهم 4 نقاط، فطمعانين برضه في الماتش بتاع بعد بكره ان شاء الله، لان هو لو عنده المنافسه لو يعني اجتمع في اللقاء، وده اللي احنا بنقوله لاولادنا، يعني خدوا بالكم من الماتش ما تستهونوش، عشان الفرقه الثانيه بتبقى عندها نفس الدوافع برضه ان هم عايزين يوصلوا لابعد مدى. اكيد. انا بس عايزه يعني برضو خلينا نقول للمشاهدين اولا، هل يعني كان في توقع ان احنا يعني نحصد النتيجه دي امام بلجيكا؟ هو بص، بلجيكا هي أول مرة توصل لكأس العالم. إحنا الحمد لله كمان المجموعة اللي دخلنا فيها مجموعة حلوة جدا، والمجموعة اللي إحنا طلعنا لعبنا فيها مجموعة كويسة جدا، عكس المجاميع الثانية. يمكن شايفين مجموعة صاحب الأرض اللي هو بولندا كان مجموعة قوية جدا، معاهم فرنسا، ويعني معاهم فرق كبيرة جدا. فإحنا الحمد لله ماشيين في المجموعه، عندنا توازن فيها كويس جدا، كل الفرق اللي معانا لعبناها قبل كده وكسبناها. كرواتيا طبعا كانت المفاجاه في اول لقاء، هو ده اللي ادانا كمان الدافع ان احنا ناخد اول مجموعه ونطلع ب4 نقاط، وندخل بعد كده ان شاء الله في اللقاءات الثانيه اللي هي ممكن تجمع لنا نقاط نوصل بيها باذن الله للدور الثمانيه، اقوى 8 فرق. وان شاء الله باذن الله نحاول نبعد عن السويد، لان احنا لو كسبنا الدنمارك نبعد عن السويد صاحب الارض، لان البطوله بتنظم في بولندا والجزء الاخير بينظم في السويد. اكيد. ففوزنا على الدنمارك ابعدنا عن صاحب الارض السويد، ممكن نلعب البرتغال او نلعب ايسلندا، اعتقد هيبقى ماتش اهدى شويه وممكن يوصلنا للموابع الذهبي. اكيد. يعني اولا هنستبشر خير باذن الله يوم السبت والساعه 4:30. هو يوم السبت يوم الحقيقه رياضي جدا ما بين الهاندبول وكره القدم، فان شاء الله يعني هنبقى ورا منتخبنا بالتشجيع، وهم رجاله وقدروا بجد يعني قدموا اداء مشرف ومحترم جدا للعبه نفسها بتاعت كره اليد. انا بشكرك جدا كابتن احمد العطار، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ونتمنى ان شاء الله الفوز باذن الله لمنتخب كره اليد.